أعضاء الحكومة اليونانية الجديدة دوا القسم الدستوري صباح هذا الأربعاء في أثينا. رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس كان قد شكل مساء أمس مع حزب اليونانيين المستقلين حكومة ائتلافية احتفظ فيها وزير المالية في حكومته السابقة إقليدس تاكالاتوس بحقيبته. في منصب مساعد وزير المالية عين جورج هولياراكيس الذي كان وزيرا للمالية في حكومة تصريف الأعمال والتي كانت قد تولت إجراء الانتخابات الأخيرة. حكومة تسيبراس الجديدة المؤلفة من 16 وزيرا وحوالي 30 وزيرا مساعدا يفترض أن تركز على تطبيق إجراءات التقشف الصارمة التي فرضها الدائنون في أسرع وقت.